بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مرة أخرى إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يالير إي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا في آخر فقرة إلى هذا الصوت، وصلنا إلى صوت أو كما قلنا، وقلنا بأنه يكتب بعدة طرق، منها أي أو أي أو أي على حساب كل كلمة. طبعا اليوم إن شاء الله سنرى هاد الصوت، صوت كما في كلمة دو زونفون. regardez sur l'image, qu'est-ce que nous voyons deux enfants. exactement, nous voyons deux fillettes. et d'un arabe, des flames. deux enfants. طبعا enfant, كما تلاحظوا مبدو ابعد ا. اذا مبدو اب ال فويال. وعندنا في اخر كلمة دو عندنا هاد اكس. عندما تكون عندنا اكس او اس في اخر الكلمة تتبعها كلمة مبدوءة بإل فويال كما في حالتنا هنا. إذن طبعا نقوم بهد لليزون، نقوم بالربط كما عندنا هنا دو زونفون. إذن عندنا دو أونفون، إذن نقرأها دو زونفون. دو زونفون طفلين. إذن عندنا الصوت أ. إذن عندنا في المقاطع اللفظية التي عندنا هنا دو جو ب se pe re fe le ve ne me me te de je be se pe re fe le ve ne me te صوت أ أ. veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs؟ veux-tu. إذا عندنا لوفير فولوار تصرف مع تي، ولكن هنا سؤال نقول تي فو، تي فو أنت تريد أو أنت تريدين. veux-tu هل أنت تريد أو هل أنت تريدين. veux-tu me donner اعطائي. طبعا عندنا لو فيرب دوني، اذا طبعا جا من بعد فولوار، اذا ما غيتصرفش. veux-tu me donner، هل تريدين ان تعطيني. un peu d'eau، un peu d'eau القليل من الماء. un peu d'eau القليل من الماء. pour mes fleurs، pour من أجلي. mes fleurs زهوري أو أزهاري. la fleur الوردة أو الزهرة. pour mes fleurs من أجلي ورودي. veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs، واش تبغي تعطيني شوية ديال الماء من أجل الورود ديالي باش نسقي بها الأزهار ديالي. veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs. اذا عندنا هاد الصوت مع فولوار، مع كلمة peu، ثم مع كلمة fleur. اذا نرى هذا الصوت يتردد، صوت e. veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs. ثم عندنا مجموعة جمل مع هاد الاصوات. premièrement on a des phrases qui comprennent bien sûr des mots avec ou. إذن عندنا جمل تتضمن كلمات ذات صوت ou. مثلا la boule roule sur la table. la boule roule sur la table. كرة صغيرة تتدحرج. sous la table اسفل الطاولة. la boule roule طبعا سي لو فيرب رولي، هاد الفعل تكلمنا عليه فيما سبق. une voiture qui roule
خافيت إذا نتكلم عن السيارة تسير كأننا نقول بأنها تتدحرج، وقلنا بأن الفيرب رولي يتعلق بكل ما يدور بما في ذلك العجلة. السيارة تسير إذا نقول لا فواتور رول تري فيت، إذا السيارة كما نقول تتدحرج بسرعة، المقصود أنها تسير بسرعة. أو نقول مثلا جو رول تري فيت أو بيان تي رول تري فيت أو بيان إيل رول تري فيت، هو يسير بسرعة ولكن يركب مركبة ما. إذا لا بول رول سولا طابل، ثم جو جو على بوبي، جو جو أنا ألعب، بيان سور سي الفيرب جوي، جو جو على بوبي. أنا ديجا في سو مو لا، روغاردي روغاردي سور ليماج، سو سون دي بوبي، جو جو على بوبي، أنا ألعب بالدمية. أونسويت أون دي مو أفيك وا، باغ إكزومبل لا بواغ، لا بواغ، لا بواغ، ثم سي تاموا، سي تاموا. طبعا كاين فرق بين سي تاموا و بين سي موا بدون هاد أ. سي تاموا إنه لي، شيء ما لي أنا. إذا تنتكلموا على شي حاجة تنقولوا هادي ديالي، هادي ديالي، سي تاموا. أما عندما نقول سي موا إنه أنا، ممكن أنك تدق في الباب، إذا فنقول سي موا إنه أنا. فواتي فواتي هل ترى؟ واش تشوف؟ فواتي هل ترى؟ إذا فيكون الجواب جو نو فوا با، جو نو فوا با، أنا لا أرى، أنا ما شفت والو، جو نو فوا با. طبعا عندنا لو فيرب فواغ، سي لو فيرب فواغ، لا بواغ سي تاموا. Vois-tu? Je ne vois pas. Ensuite, nous passons à des mots avec on. Par exemple, mon petit mouton, mon petit mouton, kharoufi, kharoufi, naqul, mon mouton. Idan kharoufi, thumma nudif had petit, sagher, mon petit mouton, خروفي الصغير، خروفي الصغير. ثم نو ان كو دو باطون، ان كو دو باطون، اذا نتكلم عن ضربه عصا، ضربه بالعصا، ان كو دو باطون، ان كو دو باطون، ان كو، طبعا تبيله تقرا ان كو دو باطون، دو باطون. طبعا هاد ا عنده واحد لاكسون سيركونفليكس. مون بتي موطون، نو ان كو دو باطون، مون بتي موطون، نو ان كو. طبعا نو المقصود بها لا، لا المقصود بها لا، تقول لشخص لا، لا اريد هذا مثلا، او لا اقبل هذا، او هذا ليس صحيح، اذا نقول نو. ثم ان كو دو باطون. نو باسون à des mots avec on. Par exemple, maman, maman, il donne le mal homme, des enfants, au début on a vu deux enfants. Il donne le bidère à une, deux enfants. Tiflaini, ou tiflatine. On a une donne, des enfants, atfal, des enfants, atfal, deux enfants. طفلين دي زونفون أطفال. ثم أن مارشون، أن مارشون نتكلم أحيانا عن لو مارشي يعني السوق. أن مارشون إذا نتكلم عن بائع في السوق، إذا نتكلم عن تاجر. أن مارشون. أون أفون، أون أفون، رأينا هذه الصيغة فيما سبق، إذا إلى الأمام. أون أفون إلى الأمام. ثم عندنا صوت او، او ان اوتو كما راينا في الحلقه السابقه، ان اوتو، ان اوتو، اذا نتكلم عن سياره، ان اوتو
ou bien une automobile, tu m'engana renaissante. Renaissante. Bien sûr, on a déjà vu ce verbe-là. C'est le verbe sauter. Fiel, le verbe sauter. Fiel qafaza. Renaissante. Et d'un renaissant. Il a chaud. Il a chaud. Et d'un wabiye harara, comme on l'a dit. Un joli bateau. Un joli bateau. Un joli bateau. باخرة جميلة باخرة جميلة طبعا في اللغة الفرنسية كلمة باطو كما تلاحظوا بأن كلمة مذكرة لذلك كلمة جولي ستكتب بدون أ ستكتب بدون أ أن جولي باطو ثم عندنا الصوت أ جودي 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 الخميس طبعا يكتب هذا الصوت un peu, قليلا, كما رأينا, un peu d'eau, قليل من الماء. Le jeu, اللعبة, le jeu, اللعبة. Les cheveux, elles ont des cheveux, عندهن شعر. إذا les cheveux المقصود به الشعر. طبعا هي كلمة تكتب بالجمع لا نتكلم عن شعر كلمة مفردة بل نتكلم عن لي شوفو نتكلم عن الجمع ثم عندنا جوفو جوفو أنا أريد جوفو مثلا نقول جوفو سورتيغ جوفو سورتيغ أنا أريد الخروج سي لو فيرب فولواغ كما قلنا هنا فوتي فوتي هل أنت تريد أو هل أنت تريدين؟ veux-tu؟ إذا نقول je veux، tu veux، أنت تريد، il veut، هو يريد، nous voulons، نحن نريد، vous voulez، أنتم تريدون، ils veulent، ils veulent، هم يريدون، elles veulent، هن يريدن. ثم عندنا نفس الصوت يكتب هذا الشكل e، un nœud de ruban. Un nœud de ruban. Un nœud de ruban. Et d'un exclame un oqda. Le nœud m'qsoud bel oqda. De ruban. Et d'un oqdat charret. T'en exclame un oqdat charret. Un nœud m'aqoud. Un nœud m'aqoud. Et d'un exclame un nœud. M'qsoud bel oqda. Dès qu'il rabta. De ruban bel charret. T'en m'a indana. Un nœud. Un nœud. إذا نتكلم عن بيضة إذا كما تلاحظوا هنا إين بول سيغ دي زو إذا نتكلم عن دجاجة فوق بيض مجموعة من البيض أن نوف أن نوف إذا نتكلم عن بيضة ثم ما بتيت سوغ ما بتيت سوغ أختي الصغيرة أختي ما ما سوغ ما سوغ أختي ما بتيت ما بتيت سوغ أختي الصغيرة ما بتيت سوغ أختي الصغيرة إذا طبعا كلمة بتي مع المؤنث نضيف أ نقول مثلا مون فخيغ مون فخيغ أخي مون بتي فخيغ أخي الصغير مون بتي فخيغ أخي الصغير لا نقول مثلا مون بتيت فخيغ بتيت نقول فقط للمؤنث بوتي للمذكر بوتي في حالة مذكر هنا عندنا ما بتيت ما بتيت سوغ أو بيان ما بتيت سوغ أختي الصغيرة ثم عندنا أن جولي جو دو دومينو أن جولي جو دو دومينو أن جولي جو أن جولي جو دو دومينو إذا لعبة جميلة للدومينو لعبة الدومينو الجميلة ان جولي جو دو دومينو دو دومينو ان جولي جو دو دومينو دو دومينو ثم عندنا ان بو دو سوكر ان بو دو سوكر القليل من السكر اذا تقول لشخص مثلا
un peu de sucre, القليل من السكر, المقصود je veux un peu de sucre, انا اريد القليل من السكر, ou bien donne-moi un peu de sucre, اعطيني القليل من السكر. طبعا عبارات تحتمل الكثير من المعاني. un peu de sucre. ثم le feu brûle. le feu brûle. le feu brûle. le feu brûle. brûle. طبعا c'est le verbe brûler. c'est le verbe brûler. إذا نتكلم عن فعل حرقة. le feu brûle. النار تحرق. تنتكلم عن الشتاء. il pleut. طبعا عندنا لو فيرب بلوفوار, عندنا لو فيرب بلوفوار, هذه طبعا نقولها عن المطر كما نقول يمطر, سي لو فيرب بلوفوار. طبعا هاد إيل ما تترجعش على شي بيرسون, إذا نتكلم عن برونو ان بيرسونيل, نتكلم عن ضمير غير شخصي, هي تقال هكذا. نقول مثلا il fait chaud, اذا هو يفعل حرارة, المقصود ان الجو حار. اذا غالبا عندما نتكلم عن الجو بانه ممطر, بانه ساخن, بانه بارد, نستعمل هاد il, ليست الضمير الذي يعود على الشخص. لا نتكلم عن برونو بيرسونيل, بل نتكلم عن برونو ان بيرسونيل, اذا نتكلم عن ضمير غير شخصي او لا يقصد من وراء اي شخص. il pleut. ثم عندنا je ne peux pas sortir. je ne peux pas sortir. كان ممكن نقول مثلا je ne veux pas sortir. je ne veux pas sortir. كما عندنا هنا veux, المقصود انا لا اريد الخروج. je veux يعني انا اريد, كما راينا قبل قليل je veux, أنا أريد. je ne veux pas, أنا لا أريد. إذا عندما نقول je ne veux pas sortir, أنا لا أريد الخروج. لكن هنا ماذا عندنا؟ هنا ماذا عندنا؟ هنا عندنا peu وليس veux. هنا عندنا لو فيرب pouvoir. pouvoir هذا فعل استطاع. إذا عندما نقول je peux, je peux, أنا أستطيع. طبعا هناك مثال فرنسي يقول quand on veut, quand on veut, عندما نريد on peut, أننا نستطيع. يعني ملي تنبغيو شي حاجة بالصح أننا تنستطع نقوم بها. طبعا هاد الإرادة يجب أن تترجم إلى فعل. إذا quand on veut, on peut, إذا عندما نريد نستطيع. je ne veux pas sortir, انا لا اريد الخروج. كاين فرق. هنا طبعا ممكن انني نبغي نخرج ولكن ما نستطعش. اما je ne veux pas sortir, هذيك اصلا انا ما باغيش نخرج. اذا je ne peux pas sortir, انا لا استطيع الخروج. اذا il pleut, اذا الجو ممطر, الجو يمطر. je ne peux pas sortir, انا لا استطيع الخروج لان الجو ممطر. مينا a une robe neuve. مينا a une robe neuve. اذا مينا عندها, طبعا عندنا هنا لو فيرب avoir. مينا a اش عندها؟ مينا عندها une robe, عندها فستان neuve, جديد. طبعا في المذكر نقول نوف نوف, نحذف ف او ونضع اف. مينا ا اون روب نوف. مينا ا اون روب نوف. voici deux enfants. deux enfants, اذا كما راينا قبل قليل ها هما طفلين. اذا voici deux enfants. مينا et la petite sœur de René. مينا et la petite sœur دو روني. إذا مينا هي الأخت الصغيرة. الأخت الصغيرة دو روني لغوني. طبعا نتكلم عن هاد أي ولا نتكلم عن أوتي.
تصور لو وضعنا هنا الطي، اش غيكون المعنى هنا؟ فوسي دو زونفون، ها هما طفلين. مينا، اذا عندنا الطفل الاول هو مينا، اي طبعا غتكون عندنا الطينا هو هو، اذا عندنا مينا الاولى ثم هو لا بتيت سور دو روني، والاخت الصغيره لغوني. بحال تنتكلموا على طفلين، جوج الاطفال، الاولى من هاد الطفلين هي مينا، والطفله الثانيه هي الاخت الصغيره لغوني، هي الاخت الصغيره لغوني. ولكن هنا شنو عندنا؟ هنا ما عندناش اوتي، هو عندنا اي، عندنا لو فيرب اتر. اذا عندنا مينا هي تكون، شنو غتكون؟ لا بتيت سور دو روني، لا بتيت سور دو روني، الاخت الصغيره لغوني. ثم عندنا لا بول شونت كوت 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 كوت، لا بول شونت كوت كوت. اذا الدجاجه تغني، كنا ديجا في لو فيرب شونتي، اذا من قبل راينا فعل شونتي، فعل غنى، راينا لو فيرب دونسي فعل رقص، ثم راينا لو فيرب شونتي، ثم راينا لو فيرب شونتي فعل غنى. لا بول شونت، الدجاجه تغني كوت 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 كوت. اذا تقول هكذا لا بول ابوندي ابوندي النوف، اذا الدجاجه انها باضت. عندنا الفيرب بوندر، هنا شنو عندنا؟ عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب بوندر. طبعا لو بارتيسيباسي، لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل هو هذا بوندي، تنصرف قبل منه لوكسيليغ افواغ، المساعد افواغ. اذا فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل بوندر، اذا نقول لا بول ابوندي، الدجاجة باضت، الدجاجة باضت. شنو باضت؟ النوف، باضت بيضة. لو بير دو ريمي ا دو شوفو، ان بوف اي نوف موطون. لو بير دو ريمي ا دو شوفو، ان بوف، ان بوف اي نوف موطون، اي نوف موطون. اذا لو بير دو ريمي، اب ريمي ا دو شوفو، عنده، عندنا هاد افواغ، عندنا هاد افواغ اللي عندنا هنا، ولكن هاد افواغ هنا جا قبل فعل اخر، فهنا خدا المرتبة ديال المساعد، هنا غير ساعدنا بس صرفنا هاد الفعل باش نحصلو على لو باسي كومبوزي ديال لو فيغ بوندر. ولكن هنا جا من بعد منو اسم، هنا غيفيد لينا الملكية، لو بير دو غيمي، اذا اب غيمي ا دو شوفو، عنده فرسين، عنده حصانين، ان بوف، ثم عنده التور، لو بوف، لو بوف يعني التور. طبعا في الانثى نقول لافاش، لافاش يعني البقره، لو بوف التور. ثم عنده ماذا؟ اي نوف موطون، ثم تسعه اكباش، و هذا اي، هذا اي اللي تكلمنا عليها قبل قليل، اي نوف موطون وتسعه اكباش، عنده التور وتسعه الحواله، ان بوف اي نوف موطون. ثم نختم مع هذه المقاطع اللفظيه وهذه الكلمات. اذا عندنا او، ف، ب، ب، لو ف، لو جو، ان نوف، ان نوف، ان بوف. اذا نتكلم عن بيضه ثم نتكلم عن تور. نقول في المثال سولي كي فول ان نوف، فول، فول ان بوف، الذي يسرق بيضه يستطيع ان يسرق تورا. سولي كي فول ان نوف، فول ان بوف. اذا نستأنف مع الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.